بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لساني أن أحيي السيد العميد ناصر الطيف، مدير أمن مديرية سهل الشوارع، وكافة عناصر الأمن بمديرية أمن سهل الشوارع على فحوة الاستقبال. في الحقيقة كانت الزيارة كزيارة أولى، رغم أنها تأخرت ولكن جاءت في الوقت المناسب، وذلك لربط جسور التعاون في الجانب الأمني بين مديريتي أمن الزاوية ومديرية أمن سهل الشفارة. فإن شاء الله هتبدأ إعداد خطط أمنية محكمة في الجانب الأمني، وكذلك هيتم فيه التنسيق كذلك في الجانب الإداري لكلتا المديريتين. بهذه أو بمناسبة هذه الزيارة سيتم تحليل أو تفكيك العديد من العراقيل التي تواجه الدوريات الأمنية من رجال الشرطة، سواء كانت الدوريات المرورية أو دوريات أقسام النجدة والسيطرة، وكذلك دوريات البحث الجنائي. فبهذه الزيارة كما ذكرت هي ربط جسور التعاون إن شاء الله بين المديريتين. بارك الله فيكم، السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة زيارة أخي العميد علي اليوم ورفقة بعض الزملاء، نتقدم بدرع هدايا إلى سيد معالي وزير الداخلية مقدم من مديرية أمن الشفارة والزاوية.